بيبدأ الفيلم بفلاش باك بعالم مجنون بيقرر ان هو يستخدم النمل علشان يقوي عضلات رجليه، وده بعد ما اتصاب اصابة خطيرة سببت له صعوبة في المشي. لكن اثناء التجربة بيتصاب بألم شديد، وغصب عنه النملة بتاع منه وبتهرب من المختبر. وبعد فترة بنتعرف على طفل عنده 12 سنة اسمه بيل، وبنعرف ان بيل ما عندوش اصحاب خالص، وحلم حياته ان هو يكون اشهر واحد في المدرسة. وبنعرف كمان ان هو معجب بزميلته اللي معاه في الفصل واللي اسمها اماندا، لكنه عارف ومتأكد ان هي عمرها ما هتبصله لان هي جميلة جدا ومغرورة، وكل الاولاد في المدرسة بيحلموا انهم يرتبطوا بيها. وبعد شوية بيدخل بيل يحضر اول حصة، والمدرسة بتاعتهم بتطلب منهم انهم يكتبوا مقالة عن شخصية مؤثرة في المجتمع ويسلموا المقال ده الاسبوع اللي جاي. ولكن وقتها بتعترض ايه ده اخت اماندا على كلام المدرسة، لان مفيش حد اثر فيها قبل كده. فالمدرسة بتقترح عليها ان هي تكتب موضوع عن والدها واللي هو الرئيس التنفيذي لشركة اوكسفارم لان هو راجل ناجح جدا. وبعدها المدرسة بتطلب من كل واحد فيهم يختار حد من زمايله علشان يساعدوا بعض في كتابة الموضوع بشكل اسرع. فبتبص اماندا وراها وبتشاور للبنت اللي هي اختارتها، ووقتها بيفتكر بيل ان هي اختارته هو، فبيقوم من مكانه وهو متحمس. ولكن في اللحظة الاخيرة بيعرف ان هو فهم غلط وان اماندا اختارت واحدة تانية. فبيل بيقعد تاني بسرعة قبل اماندا ما تاخد بالها. وبعد شوية بيخرج بيل من الفصل وبيشوف اتنين من زمايله بيتنمروا على ولد ضعيف، فبسرعة بيروح بيل يستخبى فوق السطح وبيبدأ يحدف عليهم تفاح من غير ما يشوفوه، لكنهم في الاخر بيشوفوه وبيطلعوا يجروا وراه برا المدرسة. ولكن بيل بيكون اسرع منهم وبيقدر يهرب وبيستخبى ورا الاشجار لحد ما بيطمن ان هم مشيوا. وفي اثناء ما بيكون بيل مستخبي بنشوف نملة دخلت في هدومه من غير ما ياخد باله، وبعد شوية النملة دي بتقرصه وبيبدأ يحس بيل بألم شديد ودوخة، وفجأة بيفقد توازنه وبيقع على الارض. وقبل ما يغمى عليه بيشوف راجل شكله غريب بيقرب منه، وبعدها بيل بيغمض عينيه وبيفقد الوعي. وبعد كم ساعة بيفوق بيل وبيكتشف ان الوقت اتأخر جدا، فبسرعة بيرجع على بيته وهناك بيلاقي امه مستنياه، فبتفضل تهزقه لان الوقت اتأخر. فبيعتذر لها بيل على تأخيره وبيعرفها ان هو كان بيلعب مع اصحابه والوقت سرقه. وبعدها بيطلع قطه علشان ينام، وبينام بيل وبيحلم بكوابيس غريبة عن النمل. فبيقوم فجأة مفزوع من النوم وبيحس ان هو جعان جدا، فبيجيب كل الحلويات اللي في بيته وبيبدأ ياكلها بشراهة. وتاني يوم بيصحى بيل وبيلاقي بواقي الاكل والحلويات منتشرة في كل مكان في اوضته، وبيكون مش فاكر هو اكل كل ده امتى. وبعدها بينزل يفطر مع عيلته وبيلاقيهم بيتفرجوا على الاخبار، والمذيع بيكون بيتكلم في البرنامج بتاعه عن اختفاء عدد ضخم من البراغيث المعدلة وراثيا. وبعدها بيمسك بيل ازازة اللبن علشان يصب منها، لكن وقتها الازازة بتلزق في ايده وما بيقدرش يشيلها، فبيطلب من ابوه يساعده. وبعدها بيمسك كوباية عصير البرتقال، ولكن فجأة الكوباية بتتكسر بسبب قوته. وبعد شوية بيوصل بيل للمدرسة، وبالصدفة بيقابل طفل عبقري اسمه ويليام، فبيقفوا يتكلموا سوا عن الابطال الخارقين. وبعدها بيسيبوا بيل علشان يدخل الفصل، فبيحاول بيل ان هو يفتح الباب ولكنه بيكسر الاكره من كتر قوته. وبعد شوية بيروح بيل لحصة الالعاب الرياضية، فالمدرس بيقول للطلاب ان هو قرر يبارزهم النهاردة، فبيختار بيل اول واحد علشان يبارزه. وفي البداية بيقدر المدرس يهزم بيل وبيوقعه على الارض في الجولة الاولى، لكن بيل بيقوم مرة تانية وبيقرر ان هو يهزم المعلم، وبالفعل بيقدر بيل ان هو يتفادى كل ضرباته، وفي الاخر بيضرب المعلم وبيحدفه بعيد جدا. وطبعا كل الطلاب بيكونوا في حالة هول من اللي حصل، حتى بيل شخصيا بيكون مش مصدق اللي هو عمله، فبسرعة بيسيب الحصة وبيطلع يجري. وبعد ما اليوم الدراسي بيخلص بيروح ويليام يسأل بيل هو اكتسب قدراته دي ازاي، فبيل بيتوتر من سؤاله وبيقوله ان هو ما عندوش قدرات خارقة اصلا. وفي اللحظة دي بيشوف بيل قدامه الدكتور جيم، وبيفتكر ان ده نفس الشخص اللي هو شافه قبل ما يغمى عليه. فبعدها بيل بيودع صاحبه وبيمشي وبيرجع للبيت، وبيفضل بيل يفكر في كلام صاحبه، وبيقرر ان هو يستغل قدراته دي علشان يلفت انتباه اماندا وتعجب بيه. فتاني يوم بيروح بيل يقابل ويليام في وقت الاستراحة، وبيقرر ان هو يعترف له ان هو اكتسب القدرات دي بعد ما اتقرص من نملة. وطبعا ويليام بينبهر جدا وبيقرر يساعده علشان يبقى بطل خارق حقيقي، فبياخده معاه على بيته وبيبدأ هما الاتنين يعملوا ابحاث عن القدرات الخاصة بالنمل، وبيكتشفوا ان النملة بتمتلك اقوى فكين في مملكة الحيوان بالرغم من صغر حجمها. فبيقرر ويليام ان هو يختبر قدرات بيل، وبيطلب منه يعدل كتاب
بتاعه، والصدمة ان بيل بيقدر ان هو يقطم الكتاب بكل سهولة وكأن هو بيقطم سندويتش. وبعدها بيختبر قدراته على الشم، فبيغمى عينين بيل وبيطلب منه يركز ويقول له هو شمم ايه، فبيقدر بيل ان هو يشم كل الاكل اللي قدامه من مسافة بعيدة. فبيكتشفوا كمان ان هو اكتسب حاسة شم قوية جدا. فبعدها بيقرر ويليام ان هو يصنع له زي خاص بيه، وكمان بيصنع له قناع علشان محدش يعرف هويته الحقيقية. ولما بيل بيستخدم الحمام بيكتشف ان هو بيخرج من جسمه مادة حمضية، والمادة دي مكونة من حمض الفورميك، والمادة دي تقدر تدمر اي حاجة قدامها، وبتكون دي واحدة من آليات الدفاع عند النمل. وبعدها بنشوف ويليام بيفكر في اسم مناسب علشان يطلقه على بيل، وبعد تفكير كتير بيسميه الولد النملة. وبعد شوية بيروحوا هما الاتنين يقفوا في موقف عربيات وبيستنوا اي جريمة تحصل قدامهم علشان يختبروا قدرات بيل. ومش بيعدي وقت طويل وبتحصل عملية سرقة قدامهم، فبسرعة بيل بيلبس بدلته وبيجهز نفسه. وبعدها بيروح يواجه الحرامي وبيطلب منه يرجع المحفظة اللي سرقها، وطبعا الحرامي بيسخر منه لان هو شايفه طفل صغير، فبيحاول يخوفه علشان يمشي. ولكن بيحصل وقتها حاجة غريبة جدا، لاننا بنشوف فيل بيبدأ يتسلق على الحيطة باستخدام ايده، وبعدها بينط على الحرامي وبيوقفه. وبعد كام دقيقة الشرطة بتوصل وبيقبضوا على الحرامي. وبعدها بيروح بيل يحكي لصاحبه على كل اللي حصل، وبيحاول يتسلق الحيطة قدامه علشان يصدقه، ولكن المرة دي ما بيعرفش. فبيفهم بيل ان هو محتاج سكر علشان يجدد طاقته، فبسرعة بيروح صاحبه يجيب له حلويات كتير وبيطلب منه ياكل باستمرار لان هو بيفقد طاقته بسرعة. وبتعدي اسابيع كتير وبنشوف الاخبار كلها بقت بتتكلم عن الولد النملة، وبيقولوا عليه كلام حلو كتير لان هو في فترة قصيرة جدا قدر يمنع جرائم كتير. وفي الفترة دي بيكتسب بيل شعبية كبيرة خصوصا عند البنات، وبيكونوا كلهم متحمسين علشان يعرفوا هويته الحقيقية. وطبعا بيل بيكون سعيد جدا لان هو اول مرة في حياته يحس ان هو مش منبوذ، فبياخد عهد على نفسه ان هو يستمر في فعل الخير علشان الناس يحبوه اكتر. وفي يوم بنشوف اماندا وهي في اوضتها، وفجأة بتشوف راجل شكله غريب في انعكاس المراية، فطبعا بتصرخ من الرعب. واختها بتسمع الصوت فبتطلع تشوف في ايه، لكنها بتلاقي اماندا اختها اختفت والسلسلة بتاعتها واقعة على الارض. وتاني يوم في المدرسة بنشوف الطلاب كلهم متجمعين في الساحة وبيتفرجوا كلهم على ولد ماسك في سور المدرسة وبيكون على وشك ان هو يقع. فبسرعة بيروح بيل يلبس هدوم البطل الخارق وبيتسلق الجدار لحد ما بيوصل للولد، لكنه بيكتشف في الاخر ان ده مجرد فخ والولد عبارة عن لعبة. وبنعرف ان ايدا هي اللي عملت كده علشان تلفت انتباه الولد النملة، وبتطلب منه المساعدة علشان ينقذ اختها. وبعدها بتوريه فيديو شافته على موبايل ابوها، وبنشوف في الفيديو اماندا وهي محبوسة جوا زنزانة، والمجرب طالب فدية 20 مليون دولار علشان يحررها. وكمان بيطلب من والد اماندا ان هو يستقيل من منصبه في الشركة. وطبعا بيل بيخاف جدا على اماندا وبيقرر ان هو يساعدها، وعلشان كده بيقرر ياخد ايدا معاه للمقر السري واللي موجود في بيت ويليام لانه اكيد هيحتاجها، لكنه مش بيرضى يقول لها هويته الحقيقية. وبعدها هما التلاتة بيقعدوا يفكروا مع بعض على الخطة اللي هينفذوها، وايدا بتوريهم السلسلة بتاعت اختها. فبيل بتجيله فكرة وبيقرر يستعمل قدرته على الشم ويتتبع ريحة اماندا من خلال السلسلة بتاعتها، وبالفعل بينجح في ده. وبيوصل بعد شوية البيت المجرم والصدمة ان هو بيطلع جيم. وبعدها بيوصل بيل عند القابو لكنه بيلاقي مقفول بالقفل، فبيخرج من جسمه حمض الفورميك وبيدمر القفل تماما. وبعدها بيدخل القابو اللي بيكون فيه حشرات ونباتات كتير وبيكون شكله مقرف جدا. وبعد كام دقيقة بيقدر بيل ان هو يوصل لاماندا، ولكن وقتها جيم بيظهر قدامه وبيوقفه قبل ما يحرر البنت. فبيل بيعرفه ان اماندا مجرد طفلة وما تستاهلش اللي بيحصل فيها، فجيم بيعرفه ان هو خطفها علشان يعاقب ابوها لانه دمر حياته. ومن كلامه بنعرف ان جيم كان بيشتغل عالم كيمياء حيوية في شركة اكسو فارم، وقدر ان هو يخترع مصل مكون من مركبات نادرة موجودة جوا النمل، والمصل ده عنده القدرة ان هو يعالج انواع كتيرة من الامراض. وقرر جيم ان هو يجرب المصل ده على والدته المصابة بالسرطان، وبالفعل التجربة نجحت والاورام السرطانية بدأ حجمها يتضاءل بشكل ملحوظ. ولكن فجأة ابو اماندا قرر ان هو يوقف تمويل ابحاث جيم علشان يوفر الفلوس للشركة،
وبعدها طردوا كمان من الشركة. ومع الأسف والدة جيم ماتت لأن السرطان انتشر في جسمها كله. وبعد فترة قرر جيم ان هو يكمل في تجاربه، وقدر ان هو يصنع مصل جديد باستخدام البراغيث وحقنه في رجليه علشان يعالج إصابته. والمفاجأة ان المصل ما عالجش إصابته وبس، ده كمان رجليه بقت أقوى 100 مرة من رجلين أي شخص طبيعي. فبيفهم بيل وقتها ان النملة اللي قرصته دي كانت من ضمن تجارب جيم. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت عربية الشرطة، فبسرعة جيم بيهرب قبل ما يتقبض عليه. وبنعرف ان ايدا ويليام سمعوا كل اللي حصل ده من خلال جهاز التنصت اللي مع بيل، وبيكونوا مصدومين جدا. وبعد شوية الشرطة بتدخل لبيت المجرم وبيحرروا أماندا. وفي نفس الوقت بيكون بيل حاسس بالإحباط لأنه منجحش في مهمته بالكامل، وده لأنه ساب المجرم يهرب منه. فبيقرر بيل ان هو ما يبقاش بطل خارق تاني، ولكن ويليام بيعترض على قراره وبيقوله ان الناس محتاجينه علشان ينقذهم من الخطر. وبيعرفه كمان ان جيم لسه طليق ولازم يمنعه من أذية الناس. فبيل بيعرفه ان هو مش قوي قوي علشان ينقذ الناس، وبيسلمه البدلة بتاعته وبيقوله ان هو مش هيلبس البدلة دي تاني. وتاني يوم بنشوف بيل في المدرسة، وبيكون بيراقب أماندا وهي بتحكي لصاحبتها عن الولد النملة. وقتها بيفتكر بيل كلام جيم لما قاله ان أماندا عمرها ما هتحبه لان شخصيته ضعيفة، وقال له كمان ان أماندا معجبة بشخصية الولد النملة لكنها لو عرفت مين اللي ورا الشخصية دي هتبعد عنه على طول. وبتعدي الايام وبيدخل بيل في حالة اكتئاب لانه رجع وحيد تاني. وفي يوم بنشوفه هو في الفصل، وفجأة بيحصل هزة ارضية في المكان، وبيعرفوا ان في شخص مجهول اقتحم المدرسة. فالطلاب كلهم بيهربوا بسرعة ما عدا ويليام، واللي بيروح يقول لبيل ان جيم اقتحم المدرسة ولازم يروح يوقفه. ولكن بيل بيقرر ان هو يهرب وبيسيب مهمة القبض عليه للشرطة. فبيقرر ويليام ان هو يروح يوقفه بنفسه، فبيروح يفتح المخزن وبيجيب من هناك مبيدات حشرية. وبعدها بيلبس قناع الولد النملة وبيبدأ يدور على جيم. وبعد كام دقيقة جيم بيظهر قدامه وبيخطفه لان هو افتكر الولد النملة. وعلى الناحية التانية بنشوف فيل واقف في ساحة المدرسة، فبتروح بنت صغيرة تقول لكل زمايلها ان الولد النملة انقذها. فبيفهم هنا بيل ان صاحبه لبس القناع بتاعه، وقرر ان هو يعرض نفسه للخطر علشان يقبض على المجرم. فبسرعة بيروح بيل علشان ينقذ صاحبه، وبالصدفة بيشوف ملابس تنكرية شبه الهدوم بتاعته، فبيروح يلبسها. وبعدها بيروح يواجه جيم، لكن المشكلة ان قوة بيل بتبدأ تقل لان هو ما اكلش سكريات طول اليوم. فبيطلع يجري بسرعة لحد ما بيلاقي علبة صودا فبيشربها علشان يستعيد قوته من جديد. وفي اللحظة دي بيروح جيم يخطف ويليام وبيطير بيل بعيد، ولكن بيل برضه ما بيستسلمش وبيروح وراهم. وفي نص الطريق بيشوف نظارة صاحبه على الارض، فبيشمها وبيقدر يحدد مكان صاحبه من خلالها. وبعد شوية بيوصل عند ويليام وبيلاقيه مربوط في شجرة، وفجأة جيم بيظهر وبيحدف بيل بعيد. وفي اللحظة دي بيقدر ويليام ان هو يحرر نفسه وبيهرب. وبعدها بيتواصل مع بيل من خلال السماعات، وبيتفق معاه الخطة اللي هيقبضوا بيها على جيم. فبيروح ويليام يستخبى ورا شجرة وبيراقب جيم وهو بيشرب دم علشان يستعيد طاقته. وفجأة ويليام بيقرب منه وبيبوظ خزان الدم اللي معاه، وبيبدأ الدم يتسرب. وبعدها جيم وبيل بيدخلوا في قتال مع بعض، وبيقدر بيل ان هو يوقعه على الارض بكل سهولة. ولما جيم بيحاول يقوم تاني ما بيقدرش، وده لان قوته ضعفت جدا علشان ما شربش الدم. وبعدها بيل بيقرب منه تاني وبيقدر ان هو يرفعه في الهواء، وبعدها بيحدفه على الارض بكل قوته. وبعد شوية بيل وويليام بيرجعوا للبيت، وبيعرفوا من الاخبار ان جيم اتقبض عليه. وكمان الرئيس التنفيذي لشركة اكسوفارم بيطلع في لقاء صحفي وبيشكر الولد النملة على مساعدته. وفي نفس اليوم بيروح بيل لبيت اماندا وهو متنكر في ملابس البطل الخارق، وبتشكره اماندا على مساعدته وبتحاول ان هي تقرب منه، لكنه بيعرفها ان هو جاي يشوف ايه ده. فطبعا علشان اماندا مغرورة فمش بتتقبل ان هو رفضها، وبتزعق له وبتمشي. وبعدها بيروح بيل يشكر ايدا على مساعدتها. وفي اللحظة دي ايدا بتعرفه ان هي كشفت هويته من اول يوم، وان هي عارفة ان هو بيل. فطبعا بيل بيفرح جدا لان هي بالرغم من ان هي عارفة هويته الحقيقية لكنها بتحبه. وتاني يوم بيروح ويليام يعرف فيل ان هو قرر يصنع لنفسه زي خاص، وبيطلب منه يتعاون معاه علشان يحاربوا المجرمين مع بعض. وبيخلص الجزء الاول من الفيلم.
بيبدأ الفيلم باتنين لصوص موجودين في متحف وبيكونوا بيحاولوا يسرقوا حجر كريم من المتحف ده، وفجأة بيسمعوا صوت دوشة، وفي اللحظة دي بيل بيظهر وبيدخل معاهم في قتال عنيف، وكالعادة بيقدر ان هو يهزمهم بكل سهولة. وبعد شوية بيروح يقلع بدلته وبيروح يقابل ايدا ويليام، لان هو كان متفق معاهم يروحوا السينما في اليوم ده، وبيوصل عندهم وبيعتذر لايدا ان هو اتأخر. وبعد كده بيدخلوا يتفرجوا على الفيلم، وبتلاحظ ايدا ان بيل مرهق جدا بسبب شغله لدرجة ان هو نام في نص الفيلم. وبعد ما الفيلم بيخلص بيروح ويليام يعرفهم ان هو لازم يمشي دلوقتي، لان هو اشترى نسخة جديدة من مجلة الكترونية ومتحمس جدا ان هو يرجع بيته علشان يقراها. وبعد كده بيل وايدا بيتمشوا سوا وبيقضوا وقت جميل، ولكن فجأة بيشم بيل ريح بنت في خطر، فبيعتذر لايدا ان هو مش هيقدر يكمل معها اليوم لانه لازم يلبي نداء الاستغاثة. فبسرعة بيروح بيل يلبس بدلته وبيروح عند البنت دي، وبنعرف ان البنت دي اسمها ماريا، وبيكون في شابين متنمرين بيضايقوها، فبسرعة بيل بيضرب الشابين دول وبينقذها. وبعدها بتروح ماريا تشكر بيل على مساعدته ليها، وبتعرفه ان هي من اكبر معجبينه لدرجة ان هي معلقة صورة ليه في كل مكان في اوضتها، وبتعرض عليه يجي تاني يوم للحفلة اللي هتتعمل في المدرسة. فبيبتسم لها بيل وبيقول لها ان هو موافق، وبعدها بيسيبها وبيمشي. وبالليل بترجع ماريا لبيتها وبتقابل والدها المخترع المتواضع، وبيعرفها ان هو اخترع النهاردة بدلة جديدة، والبدلة دي بتخفي اي شخص يلبسها، فبيروح يلبس البدلة علشان يثبت لها كلامه. لكن ماريا بتعرفه ان هي لسه قادرة تشوفه، وبتقول له ان اختراعه ده فاشل زي كل مرة. فطبعا ابوها بيحبط جدا لانه فاشل، وبيقرر ان هو يوقف اختراعات لحد كده. وبعدها بتدخل ماريا اوضتها وبتفضل تفكر في الولد النملة طول الليل، وبتكون متحمسة جدا ان هي تقابله في الحفلة. وتاني يوم في المدرسة بنشوف فيل واقف يراقب ايدا من بعيد، وبيكون غيران عليها لان هي واقفة مع ولد اسمه كريستيان. فبيروح بيل يتكلم معاها ويسألها مين ده، فبتعرفه ان هو مجرد صديق، وان هي لسه متعرفة عليه النهاردة علشان يساعدها في تنظيم الحفلة. فبيقرر بيل ان هو يحضر الحفلة مع ايدا لانه غيران عليها ومش عايزها تقرب من اي ولد غيره. وتاني يوم بيستعد بيل علشان يروح يقابل ايدا في الحفلة، ولكن وقتها ويليام بيتصل عليه وبيعرفه ان في عملية سطو حصلت على بنك، ولازم يجي فورا علشان يقبضوا على المجرمين قبل ما يهربوا. فبيل بيبعت رسالة لايدا وبيعتذر لها ان هو مش هيعرف يقابلها دلوقتي، وبيطلب منها تسبقه على الحفلة لانه هيتأخر شوية النهاردة. وفي نفس الوقت بنشوف ماريا متحمسة جدا ان هي تقابل الولد النملة في الحفلة، وبتروح تلبس احلى فستان عندها، ولما والدها بيشوفها بيتأثر جدا لان هي شبه والدتها المتوفية بالظبط، وبيعرفها ان والدتها لو كانت لسه عايشة كانت هتبقى فخورة بيها جدا. وبعد شوية بتوصل ماريا للحفلة وبتفضل مستنية الولد النملة لوقت طويل، لكنه للأسف مش بيظهر. وفي نفس الوقت بيوصل بيل للحفلة وبيروح يعتذر لإيدا ان هو اتأخر عليها، لكن واضح ان هي ما بتكونش قبل اعتذاره لان الموضوع ده مش اول مرة يتكرر. ولما بيحس بيل ان هو غير مرغوب فيه بيضطر يسيب الحفلة وبيمشي. وطبعا ماريا بتكون واقفة لوحدها في الحفلة وحزينة جدا لان الولد النملة كذب عليها وما جاش، ولما بترجع بيتها بتفضل تقطع في كل صور وبتكسر كل حاجة حواليها زي المجنونة. وتاني يوم بتصحى ماريا وبتلاقي ابوها سايب لها رسالة، وبيطلب منها ترمي بدلة الاخفاء لان هي ما بقتش مفيدة بالنسبة ليه. فبتمسك ماريا البدلة وبترميها في الزبالة، وفي اللحظة دي بيحصل حاجة غريبة، وهي ان البدلة بتشتغل وبتختفي. فوقتها ماريا بيجي لها فكرة غريبة، فبتروح تعمل شوية تعديلات على البدلة وبتلبسها، وبتقرر ان هي تنتقم من بيل بطريقتها الخاصة. وفي نفس الوقت ده بنشوف جيم هو في سجن موجود في الدنمارك، وكل تفكيره هو ازاي هينتقم من الولد النملة اول ما يخرج من السجن. وعلى الناحية التانية بنشوف اخين توأم واقفين قدام بيت جيم، وبيقرروا انهم يدخلوا لهناك علشان يكتشفوا هو الراجل ده بيعمل فعلا تجارب مجنونة زي ما سمعوا عنه ولا دي مجرد اشاعات. ولما بيدخلوا بيلاحظوا ان البيت شكله مرعب وقديم جدا، وواحد من الشابين دول بيشوف جهاز غريب قدامه، فبيضغط على ازرار الجهاز بشكل عشوائي، فبيلاقوا باب سري اتفتح، والباب ده بيوصل لمختبر جيم. ولما بيدخلوا جوه بيتفاجئوا من كمية النباتات والحشرات اللي حواليهم، فواحد من الشابين دول بيمسك برطمان جواه حشرة مهجنة، واول ما بيفتحوا الحشرة دي بتلدغوا على طول. فالشاب التاني بيروح يمسك الحشرة علشان يرجعها مكانها، لكن الحشرة دي بتلدغه هو كمان. وفي نفس اللحظة بيبدأ الشابين انهم يحسوا بأعراض دوخة وغثيان، وده نفس اللي حصل بالظبط مع بيل قبل ما يكتسب قدرات خارقة. وتاني يوم
يوم في المدرسة بيروح كريستيان يطلب من بيل ان هو يبعد عن ايدا لان هو بيحب ايدا، وبيعرفه ان هي عمرها ما هتبص لواحد زيه لان هو فشل وما عندوش صحاب، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعد ما اليوم الدراسي بيخلص بيروح بيل يركب عجلته علشان يرجع البيت، لكن في الطريق بيشوف شابين توأم بيعملوا اعمال شغب في الشارع وبيكون مش هاممهم اي حد، فبسرعة بيروح بيل يلبس بدلته وبيستعد علشان يقاتلهم، لكنه بينصدم لما بيلاقيهم اقوى منه بكتير، وبيبص في عين واحد منهم وبيلاقيها تحولت للون الاصفر، فبيفهم على طول ان هم اكتسبوا قدرات خارقة، ولكن فجأة بيفقدوا قوتهم لانهم ما اكلوش اي حاجة تديهم طاقة، فبيهربوا بسرعة من المكان. وفي نفس اللحظة بنشوف ماريا وهي لابسة بدلة الاختفاء وبتراقب الولد النملة من فوق الشجرة، وبتنصدم لما بتكتشف ان الولد النملة هو نفسه بيل اللي حضر حفلة المدرسة، فبتتعصب اكتر لانه كان موجود في الحفلة وبرضه خلف بوعده معاها وما قابلهاش. وتاني يوم بيروح بيل يعرف ويليام باللي حصل مع التوأم، وبيتوقع ان جيم هو اللي حولهم، ولكن ويليام بيقوله ان ده مستحيل لان هو اساسا في السجن. وبعد شوية بيقرر بيل ان هو يروح يعترف بحبه لإيدا قبل فوات الاوان، لكن وقتها بتظهر قوة خفية وبتقلع بيل هدومه، وطبعا المدرسة كلها بتضحك عليه، وبيل بيتحرك جدا وبيطلع يجري بسرعة. وبعدها بيرجع بيل للبيت وبيروح يقعد في اوضته وهو محبط، وفجأة بيلاقي الالعاب بتاعته بتبدأ تتحرك وبتطير بشكل غريب، فبيل بيخاف جدا وبيطلع يجري على بيت ويليام وبيعرفه باللي حصل معاه، فبيتوقع ويليام ان شبح والدة جيم هي اللي بتطرده لان هو السبب في دخول ابنها السجن. وبعدها بيديله ويليام شوية ادوات علشان يقدر يحدد مكان الشبح، والادوات دي زي جهاز بيكشف التحركات الكهرومغناطيسية وكمان نظارة حرارية، ويقدر من خلالها ان هو يشوف الكائنات اللي مش بتتشاف بالعين المجردة، واخر حاجة مسجل صوت بيسمع من خلاله الاصوات اللي موجودة في العالم الاخر. وبالليل بيفضل بيل سهرانته لليل في اوضته، وبيستخدم الادوات دي علشان لو الشبح هجم عليه مرة تانية يقدر يقتله. وتاني يوم في المدرسة بيروح ويليام يستخدم النظارة الحرارية وبيقدر يشوف الكائن اللي بيطارد بيل، وبيكتشف ان هي بشرية مش شبح زي ما كان فاكر، فبسرعة بيروح يعرف بيل باللي حصل، وبيروح هما الاتنين يطاردوها باستخدام الادوات، ولكن ماريا بتقدر تهرب منهم وبتوصل لبيتها، فبسرعة بيطلع بيل وراها وبيكون ما عندوش اي فكرة عن هويتها الحقيقية. وفجأة والد ماريا بيوصل البيت وبيل بيفتكره ان هو الشخص اللي بيطارده وبيبدأ يهدده علشان يبعد عنه، لكن في نفس اللحظة ماريا بتروح تدافع عن ابوها، وغصب عنها بتحدف المكتبة فوقه وبيتنقل للمستشفى. وبعد شوية بتروح ماريا تزور جيم في السجن وبتقوله ان هي عاوزة تنتقم من بيل لان هو كذب عليها وجرح مشاعرها، وبتطلب منه المساعدة لان هي متأكدة ان هو كان عاوز يخلص منه، فبيعجب جيم بشخصيتها الانتقامية وبيقرر ان هو يساعدها، وبيقول لها ان في شابين توأم ممكن يساعدوها لان هما الاتنين مهووسين بجيم من زمان، وكمان بيكرهوا بيل جدا لانه كان بيدايهم في المدرسة، وبنعرف ان جيم كان وعدهم ان هو هيحقنهم بمصل الحشرة لو قدروا ان هما يخلصوا على بيل، لكن وصلت له معلومات ان هما بالفعل اتلدغوا من الحشرة واكتسبوا قدرات خارقة اقوى من قدرات بيل بمراحل، لكن علشان يكملوا تحولهم فهم محتاجين غذاء اسمه عصير النبات ولازم يشربوه باستمرار علشان ما يضعفوش. وفي نفس الوقت بيروح بيل يزور ايدا في بيتها، لكنه بيتصدم لما بيشوفها قاعدة بتعزف على الجيتار مع كريستيان، وفي اللحظة دي بيحس بيل بالاحباط جدا وبيقرر ان هو ينسحب من حياتها في هدوء. وعلى الجانب الاخر بنشوف الشابين التوأم قاعدين مع بعض وبيفكروا ازاي يخلصوا من بيل، وفجأة بيسمعوا صوت دوشة في المكان فبيروحوا يشوفوا فيه ايه، وفجأة بيلاقوا صوت بيكلمهم وبتعرفهم ان هي تبقى شبح والدة جيم وبتهددهم انهم ينفذوا لها كل طلباتها علشان ما تأذيهمش، لكن في الحقيقة اللي بتكلمهم هي ماريا، ولكن قررت تعمل الخدعة دي علشان يخافوا منها وينفذوا اوامرها. وبعدها ماريا بتديهم عصير النبات وبتأمرهم يشربوه، وفي نفس اللحظة قوتهم بترجع من جديد. وتاني يوم بنشوف ماريا وهي بتتسحب جوا اوضة بيل بالراحة وبتسرق السكر من بدلته علشان يفقد طاقته لما يجي يحاربها. وبعد شوية بيصحى بيل من النوم وبيروح يراقب ايدا من ورا شباك بيتها، ولكن فجأة بيفقد توازنه وبيقع على الارض، وفي نفس اللحظة التوأم بيظهروا قدامه وبيخطفوه. وبعد شوية بنشوف ويليام قاعد في بيته وبيتبعت له فيديو لبيل وهو مخطوف وبيتعذب، فبسرعة بيتصل ويليام على ايدا وبيعرفها اللي حصل وبيعرفها ان هو محتاج مساعدتها علشان ينقذوا بيل، فبيروحوا هما الاتنين للبيت اللي صاحبهم مخطوف فيه وبيفصلوا الكهرباء، وبعدها بيستخدم ويل نضارته الحرارية وبيقدر ان هو يحدد مكان بيل، فبيروح يحرره بسرعة وبينقله الأوضة تانية، وبيكتشف بيل ان السكر بتاعه اتسرق وبيكون مش عارف يتصرف ازاي علشان يستعيد
تستعيد طاقته، وفي الوقت ده إيدا بتظهر قدامهم وبتروح تطمن على بيل، لكن في نفس اللحظة ماريا بتيجي من وراها وبتسحبها لأوضة تانية وبتقفل عليها. فبيروح ويليام يجيب سكر لصاحبه علشان يستعيد طاقته، وبعد شوية بترجع ماريا للأوضة اللي فيها بيل وبتبدأ تحدف عليه أي حاجة بتشوفها قدامها، وبتكون متعصبة جدا، ولكن بيقدر بيل إن هو يتفادى كل الضربات. وبيسمع بيل صوت ماريا وهي بتقوله إن هي هتنتقم منه لأن هو أهانها وذلها، رغم إن هي كانت بتحبه جدا وكانت مستعدة تعمل أي حاجة علشان يبادلها الشعور، ولكن بيل برضه مش بيقدر يميز صوتها، فبيستعين بيل بحاسة الشم بتاعته. وفي اللحظة دي بيكتشف إن هي ماريا، وبيفهم دلوقتي هي ليه كانت بتطرده وعاوزة تنتقم منه، فبيحس بيل بتأنيب الضمير وبيعتذر لها على اللي هو عمله معاها، وبيعرفها إن هو حاسس بيها لأنه بيمر بنفس الأزمة، وعارف إن إحساس الرفض من حد بتحبه ده شيء قاسي. فبتتأثر ماريا بكلامه وبتطلع تجري على الحمام وبتنهار من العياط. وبعد شوية واحد من التوأم بيظهر قدام بيل وبيهجم عليه وبيوقعه على الأرض، وفي نفس الوقت بنشوف الأخ التاني بيحاول يمنع ويليام من إن هو يوصل للسكر، ولكن ويليام بيقدر يستفزه وبيعمل له فخ وبيحشر راسه في باب التلاجة. وعلى الناحية التانية بيكون القتال لسه مستمر ما بين بيل والأخ التاني، وبيكون بيل على وشك إن هو ينهزم، ولكن في نفس اللحظة بتسمع ماريا اللي بيحصل برا، فبترجع لوعيها تاني وبتقرر ان هي تنقذ بيل. فبسرعة بتوقف تشغيل البدلة بتاعتها وبتظهر بشكلها الحقيقي، وبتأمر الاخ التاني ان هو يوقف قتال احسن له، وبتهدده ان هي مش هتديله عصير النبات تاني لو عصى اوامرها، ولكن الولد بيقول لها ان هو مش خايف من تهديدها لان هو عارف مكان المشروب وقدر ان هو يصنع كمية كبيرة منه، وبيأمرها تختفي من قدامه حالا بدل ما يأذيها. وبعدها بيروح الاخ التاني علشان يخلص على بيل، ولكن في اللحظة دي ويليام بيظهر من وراه وبيضربه على راسه، لكن الضربة مش بتأثر فيه، وبيرجع تاني لبيل علشان يخلص عليه لكنه بيلاقيه اختفى. وبنعرف ان ماريا هي اللي خبته في البدلة بتاعتها، وكمان جابت له شوكولاتة علشان يستعيد طاقته من تاني. وبعد شوية بيخرج بيل برا بدلة الاخفاء وبيدخل في معركة مع الاخ التاني وبيقدر يهزمه من اول ضربة. وبعدها بيروح بيل ينقذ ايدا واللي بتكون فقد الوعي، فبيخاف عليها جدا وبينهار من العياط، وبيقرب منها علشان يعمل لها تنفس صناعي، ولكن في اللحظة دي ايدا بتفوق وبتشكر بيل ان هو انقذها. وبعدها بيروح بيل يعتذر لماريا ان هو جرح مشاعرها، فماريا بتقوله ان هي اللي غلطانة وبتعتذر له على كل المشاكل اللي تسببت فيها، وبتوعده ان هي مش هتلبس بدلة الاخفاء تاني، وبتقوله كمان ان هي هتدمرها علشان محدش يفكر يلبسها، ولكن بيل بيمنعها وبيقولها ان هو عنده فكرة افضل. وبعد فترة كل حاجة بترجع لطبيعتها، وبنشوف بيل وايدا قاعدين مع بعض في صالة التزلج وبيتفرجوا على ماريا وويليام وهما بيتزلجوا سوا، وفجأة بيجي لبيل نداء استغاثة، فإيدا بتقول له يروح بسرعة يلبي النداء، لكن بيل بيقول لها إن ماريا هي اللي هتقوم بالمهمة دي. فبسرعة ماريا بتلبس بدلتها وبتقبض على مجرم خطير قبل ما يهرب، وبنفهم دلوقتي إن ماريا انضمت لفريق بيل وقررت إن هي تبقى بطلة خارقة حقيقية. وبيخلص الجزء الثاني من الفيلم. بيبدأ الفيلم بيل وهو بيصحى من نومه، وبنلاحظ ان هو مبسوط جدا لان معدل الجريمة انخفض من وقت ما بقى بطل خارق، وبيكون فخور جدا بنفسه وبسبب كل الانجازات اللي عملها، لدرجة ان شركة اوكسفارما قررت ان هي تعمل تمثال للولد النملة تكريما ليه. وبعد شوية بيروح بيل يقابل ايدا في بيتها، وزي عادته بيتسلق على جدران البيت وبيفضل يبص عليها من ورا الشباك. وبعدها بتروح ايدا تفتح الشباك وغصب عنها بتقع على الارض، لكن من حسن الحظ ان هو ما بيتصابش، وإيدا بتطلب منه يستخدم الباب بعد كده زي الناس الطبيعيين. وبعد شوية بيخرجوا يتمشوا سوا، فإيدا بتسأل بيل لو كان قال لويليام إن هو هينقل لمدرسة داخلية معاها، فبيسكت بيل شوية وبيقول لها إن هو لسه هيقوله النهاردة، وبيكون واضح عليه إن هو حزين ومش عاوز يبعد عن ويليام. وبعد شوية ويليام بيرن عليه، فبيل بيقول لإيدا إن هو لازم يمشي دلوقتي لأن هو عنده ميعاد مهم مع ويليام، وبيوصل عند ويليام وبيسلمه ساعة جديدة علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض من خلالها. وقتها بتبعت ماريا رسالة لويليام علشان تطمن عليه، وبنعرف ان هي سافرت لألمانيا مع والدها علشان شغله، لكنها لسه مستمرة في شغلها، ومعدل الجريمة انخفض بشكل ملحوظ في ألمانيا من ساعة ما سافرت. وفي نفس الوقت بيقرر بيل يعترف لويليام ان هو هينقل للمدرسة الداخلية اللي ايده فيها لان هو مش حابب حياته هنا، وكمان عاوز يستغل الفرصة دي ويقرب من ايده اكتر. وطبعا ويليام بينصدم من قراره ده وبيتضايق لانه هيستغنى عنه بالسهولة دي. وبعدها
بيسيبه وبيمشي وهو زعلان، وفي نفس اللحظة بيوصل لبيتن ده استغاثة، وبيعرف ان في عملية سطو بتحصل في مخزن، فبيروح بسرعة وبيجهز نفسه وبيلبس بدلته، وبيوصل عند اللصوص قبل ما يسرقوا البضاعة وبيوقفهم، لكن فجأة الكهرباء بتفصل من المكان، وبيظهر بطل خارق مقنع وبيقدر يهزم اللصوص في اقل من دقيقة، وبعدها البطل ده بيوجه كلامه لبيل، وبيقول له ان هو بطيء جدا، ومن الاحسن ليه ان هو يقعد في بيته، ويسيب مهمة انقاذ المدينة ليه هو، وبعدها بيمشي وبيسيبه، وطبعا بيل بيكون واقف مصدوم من اللي بيحصل، وبيخاف ان الشخص ده يسرق منه الاضواء، وبالفعل اللي كان خايف منه بيحصل، لان بعد مرور كام ساعة الاخبار كلها بتبدأ تتكلم عن اللي البطل المقنع عمله، والناس كلها بتبقى عايزة تعرف هويته الحقيقية، وفي نفس الوقت بنشوف جيم في المحكمة، والقاضي بيبدأ يقول له كل الجرائم اللي تسبب فيها، وبيعرفوا انهم عملوا اللجنة دي النهاردة علشان يعرفوا لو هيستحق الافراج ولا لا، لانهم لاحظوا ان سلوكه اتحسن كتير في خلال فترة عقوبته، وبيسألوا القاضي ناوي يعمل ايه لما يخرج، فجيم بيقول له ان هو هيشتغل في مشتل نباتات وهيبدأ حياة جديدة لان هو ندم على كل اللي عمله زمان، وبيعرفوا ان هو زمان ما كانش في كامل قواه العقلية لانه كان منهار بسبب وفاة والدته، وما كانش بيفكر غير في الانتقام طول الوقت، لكنه رجع نفسه وعرف ان هو اخذ قرارات كتير غلط، وبيقول له كمان ان هو مش هيفكر يأذي الولد النملة تاني لانه ممتن ليه جدا علشان هو رجعه لوعيه، فبيتأثر القاضي بكلامه وبيقتنع ان هو فعلا يستحق فرصة تانية، وعلشان كده بيفرج عنه، وبعدها بيخرج من السجن بيلاقي راجل مستنيه في عربية، وبيعرفه ان الرئيس التنفيذي لشركة اوكسفارم عاوز يقابله، فبيستغرب جيم جدا لان الراجل ده عدو اللدود، لكنه بعدها بيعرف ان الرئيس التنفيذي القديم ساب منصبه من زمان، وان في واحدة ست اخدت المنصب مكانه، وبعد شوية بيوصل جيم للشركة وهناك بيستقبله جون رئيس الامن، وبيرحب بيه جون، وبعدها بياخده يقابل الرئيسة التنفيذية، وبيعرف ان اسمها اليسيا وبترحب جدا بيه، وبتعرفه ان هي مستنية خروجه من زمان، فبيستغرب جيم من طريقتها، وبيسألها ايه اللي حصل للرئيس التنفيذي القديم، فبتعرفه ان ابوها اشترى الشركة منه بمبلغ كبير، وبعدها عينها في منصب الرئيسة التنفيذية، وكمان بتعرف جيم ان هي مختلفة تماما عن الرئيس القديم، لان هي مش مهتمة بالفلوس زيه، وشايفة ان في حاجات تانية اهم، وبعدها بتاخده في جولة في مركز الابحاث الخاص بالشركة، وبتوريه اخر اختراعات الشركة، واللي اطلقوا عليه اسم الهيكل الخارجي، وبنعرف ان الشركة كانت شغالة من زمان على المشروع ده، لكن الرئيس التنفيذي القديم وقف المشروع علشان يوفر فلوس للشركة، ولكن اليسيا رجعت المشروع ده من تاني، وبعدها بتطلب اليسيا من البروفيسور برومو ان هو يشرح فكرة الاختراع لجيم، فبيبدأ البروفيسور يقول لهم ان الهيكل ده مصنوع من التيتانيوم، وبيتم التحكم فيه عن طريق نبضات الدماغ، وفكرة الهيكل بتتمثل في اعادة تأهيل اجسام الاشخاص ذوي الاعاقة، فهيكون مفيد جدا ليهم وخاصة للاشخاص المصابين بالشلل، فلما يلبسوه هيقدروا يتحركوا مرة تانية، ده غير ان الهيكل ده هيخليهم اقوى بمراحل من الاشخاص العاديين، فبيبدأ البروفيسور ان هو يجربه على واحد من المتطوعين، ولكن فجأة الهيكل بيحصل فيه خلل ومش بيقدروا يسيطروا عليه، وبعدها جيم بيسأل اليسيا ايه المطلوب منه دلوقتي، فبتقوله ان هي عاوزاه يرجع يشتغل في الشركة علشان يصنع مصل البرغوث تاني، لانه هيكون مفيد جدا في انقاذ ارواح ناس كتير، ولكن جيم بيرفض عرضها وبيسيبها وبيمشي، وبعد شوية بنشوف اليسيا وهي طالعة تقول كلمتها في حفلة الولد النملة، وبعدها بتعرض التمثال بتاعه واللي بيكون شكله سيء جدا، وكل الناس بيفضلوا يضحكوا عليه، وطبعا بيل بيتضايق جدا وبيحس ان محدش بقى عامل له اي اعتبار، فبيرجع بيته وبيحاول يتصل بويليام علشان يساعده يعرف هوية البطل المقنع، لكنه ما بيردش عليه، وبيكون واضح ان هو لسه متضايق منه، فبيروح بيل يقابله في محل القصص المصورة، وبيسأله هو ليه ما بيردش على مكالماته، فويليام بيقول له ان هو ما بقاش مهتم بحواراته السخيفة، وبيطلب منه يشوف حد تاني يساعده، فبيخرج بيل من المحل وهو محبط، وبعدها بيقرر يدور على البطل المقنع بنفسه، وبيفتكر ان ريحته كانت عاملة زي الليمون، ودي كانت ريحة أول مرة يشمها، فبيبدأ يروح الأماكن اللي فيها التجمعات، وبيقرب من الناس المشتبه فيهم وبيشمهم، لكنه برضه مش بيقدر يوصل له، وبعد فترة قصيرة بيكتشف فيل إن الحكومة أفرجت عن جيم، فطبعًا بيتوتر وبيتضايق، وبعدها بيروح يهدد جيم وبيهينه بالكلام، وبيقول له إن هو هيفضل مراقبه طول الوقت وممكن يرجعه للسجن تاني، وطبعًا جيم بيتعصب جدًا من كلامه، لأن هو ما كانش ناوي يأذي أي حد، ولكن في اللحظة دي الجانب المظلم بتاعه بيتحكم فيه. وبيقرر يقبل عرض اليسيا ويشتغل في الشركة، وبيكون واضح كده ان هو هينتقم، وبالليل بنشوف فيل وهو بيحلم بكوابيسته لليل عن جيم، وبيصحى مفزوع من نومه،
وتاني يوم بيتصل على ماريا علشان يطلب مساعدتها، لكنها بتكون مشغولة في مهمة قبض على مجرم، وبتقوله ان هي هتكلمه تاني وبتنهي المكالمة. وبعدها بيقعد بيل يتفرج على فيديوهاته القديمة مع ويليام، وبيكون حزين جدا انهم خسروا بعض. واللي بيحبطه اكتر ان هو بيشوف الاخبار كلها بقت بتتكلم عن البطل المقنع، ومحدش بقى يجيب سيرته خالص، والناس نسيت كل الانجازات اللي هو عملها في المدينة. وبعد شوية بيوصل لبيل ندى استغاثة من شركة اوكسفارم، فبيروح بسرعة على هناك وبيشوف البطل المقنع واقف مع جيم، وساعتها هما الاتنين بيهربوا من المكان، وبتاع كاميرا صغيرة من البطل المقنع فبيل بياخدها معاه. وبعدها بيروح بيل يقابل اليسيا وبيسألها ايه اللي حصل بالظبط، فبتعرفوا ان جيم خانهم وسرق مصل البراغيت بعد ما صنعه، وبتطلب منه يساعدهم ويرجع المصل للشركة مرة تانية. فبسرعة بيروح بيل للمختبر بتاع جيم، وفجأة بيسمع صوت جيم وهو بيقوله ان هو شخص فاشل وجبان. فبيل بيقوله ان هو كان متأكد ان عمره ما هيتغير لان الشر اللي جواه مسيطر عليه. فجيم بيقوله ان هو صعب يكون انسان طيب طول ما الناس شايفاه شرير، وعلشان كده اختار طريق الشر لانه الاسهل بالنسبة ليه. وفجأة بيظهر جيم قدامه وبيعرفه ان هو سرق المصل لانه كان هيقع في ايد الناس الغلط. فبيل بيستغرب من كلامه وبيقوله يوضح اكتر هو يقصد ايه. فجيم بيعرفه ان هو كان بيتنصت على اليسيا وهي بتكلم ابوها، ومن خلال كلامهم مع بعض اكتشف انهم عاوزين يستخدموا المصل ده في الحروب، وده هيحصل بعد ما يحقنوا بيه كل الجنود ويحولوهم لاشخاص خارقين ومحدش هيقدر يهزمهم ابدا. وطبعا جيم اتخض جدا لما سمع الكلام ده، واقتحم مكتب اليسيا وعرفها ان هو رجع في كلامه ومش هيسلمها المصل. ولكن اليسيا قالت له انهم هياخدوا منه المصل غصب عنه، وطلبت من المساعد بتاعها ان هو يعذبه لحد ما يعترف بمكان المصل. وفي اللحظة دي البطل المقنع وصل عند جيم وهربه بسرعة من المكان. وطبعا لما بيل بيسمع القصة دي بينصدم، ولكن بيكون لسه جواه شك ان جيم بيكذب عليه، وعلشان كده بيرجع لبيته وبيشغل الكاميرا اللي وقعت من البطل المقنع، وبيشوف فيها المحادثة اللي حصلت ما بين جيم واليسيا، والمفاجأة ان جيم طلع صادق في كلامه. وبعد شوية بيوصل ويليام لبيت بيل وبيسأله هو اتصل بيه ليه. فبيل بيوريه الفيديو وبيقوله ان هو محتاج مساعدته علشان يكشفوا حقيقة اليسيا، ولكن ويليام بيتعصب وبيطلب منه يسيب المهمة دي للبطل المقنع لان هو محترف اكتر منه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت ده بتطلب اليسيا من المساعد بتاعها ان هو يروح يفتش بيت جيم وما يرجعش من غير ما يلاقي المصل. وبعدها المساعد بيرجع لها تاني وبيقول لها ان هو ما لقاش المصل. وفي اللحظة دي اليسيا بتتعصب جدا وبتقرر ان هي تلبس بدلة الهيكل الخارجي وبتخرج تعمل شغف في الشارع علشان تلفت انتباه البطل المقنع. وبعد شوية البطل المقنع وكمان بيل بيوصلوا عندها، فبتدخل اليسيا في قتال مع البطل المقنع واللي بتكون هي اقوى منه بكتير، لدرجة ان هي بتكسر رجليه. وقبل ما تمشي بتروح تهدد بيل وبتقوله ان هو لو ما جابلهاش المصل النهاردة ساعتها هتدمر المدينة بالكامل. وفي اللحظة دي البطل المقنع بيشيل القناع من على وشه، والصدمة ان هو بيطلع ويليام. وطبعا بيل بيكون مش مصدق اللي هو شايفه، فبيوديه بسرعة على المستشفى وبعدها بيروح يقعد معاه وبيسأله هو ليه عمل كده. فويليام بيحكي له ان هو كان عاوز يجرب شعور ان هو يكون بطل خارق ويكون له شعبية كبيرة وسط الناس، وبيعترف له كمان ان هو كان بيغير منه لان الناس كلها كانت بتتكلم عن انجازاته بالرغم من ان هو اللي ساعده يكون بطل خارق. وعلشان كده قرر ويليام ان هو يصنع لنفسه بدلة خارقة، وكمان كان بيقضي ساعات طويلة في التمرين لان هو اصلا ما عندوش قدرات خارقة زيه وكان لازم يعتمد على عضلاته بس. فبيعتذر ويليام لبيل وبيطلب منه يسامحه، فبيل بيعرفه ان هو مسامحه وبيقول له كمان ان هو فخور بيه جدا، وبيطلب منه يخف بسرعة علشان يتعاونوا مع بعض ويحموا المدينة. وبعد شوية بيرجع بيل لبيته وبيبص على جواب القبول في المدرسة الداخلية وبيبدأ يفكر في صاحبه وفي الاشرار اللي موجودين في المدينة، فبيقرر ان هو ما يسافرش غير لما يقبض على الاشرار. وبيروح يقابل ايدا وبيعتذر لها لان هو مش هيقدر يسافر معاها للمدرسة لان المدينة محتاجاه. فايدا بتحضنه وبتطلب منه يخلي باله من نفسه وبتعرفه ان هي فخورة بيه جدا. وبعد شوية بيوصل بيل للبيت اللي جيم عايش فيه وبيشوف عصابة اليسيا هم بيحاولوا يخطفوه لكنه بيقدر ينقذه منهم. وبعدها بيوصل بيل عند اليسيا وبيعرفها ان هو قبض على جيم، وفي اللحظة دي بتروح اليسيا تشيل القناع من على وش جيم لكنها بتنصدم لما بتلاقي جون، وبيتضح ان بيل كان عامل لها فخ. فبتأمر اليسيا رجالتها انهم يمسكوا بيل ويخلصوا عليه، لكن مفيش ولا واحد فيهم بيقدر يمسكه، وبيقدر بيل يهزمهم كلهم وبيوقعهم على الارض. وفجأة الكهرباء بتفصل عن المكان، وبيتصدم بيل لما بيشوف اليسيا لبست الهيكل الخارجي وبتستعد علشان تدخل معاه في قتال. وعلى الناحية التانية بيوصل جيم عند ويليام في المستشفى وبيكون
المتنكر في ملابس ممرض، وبعدها جيم بيعرفه ان بيل هو اللي بعته علشان يحقنه بمصل البراغيث لان هو محتاج مساعدته، وبيطلب منه يطمن لان بيل عنده خطة كويسة علشان يقضي على إليسيا. وبنرجع تاني للشركة وبيكون القتال لسه مستمر ما بين بيل وإليسيا، ومع الأسف إليسيا بتكون أقوى منه بكتير وعلى وشك ان هي تخلص عليه. وعلى الجانب الآخر بنشوف ويليام خارج من المستشفى وبيكون تعافى من إصابته وكمان اكتسب قدرات خارقة، فبيروح يركب العربية مع جيم، وبعد كام دقيقة بيوصلوا للشركة وبيستخدم ويليام قدراته الخارقة الجديدة وبيقف قدام إليسيا وبيمنعها من ان هي تقتل صاحبه، وبعدها بيدخل معاها في قتال عنيف وبيتعاون بيل معاه وبيقتلوها هما الاتنين سوا، لكنها لسه برضو اقوى منهم وبتهزمهم من اول ضربة. فبسرعة بيتواصل جيم مع بيل وبيطلب منه يشيل جهاز الاستشعار اللي موجود في بدلة إليسيا علشان قوتها تضعف، فبيروح بيل يعمل زي ما جيم قاله، وبالفعل الخطة بتنجح والبدلة بتفقد قوتها. وبعد شوية الشرطة بتوصل وبيقبضوا على إليسيا، وبعدها الصحافة بتروح تعمل لقاء مع بيل وبيفضلوا يمدحوا فيه كتير، ولكن بيل بينسب الفضل لجيم ولويليام وبيعرفهم ان هو ما كانش يقدر يعمل اي حاجة من غيرهم. فبعدها بيبص جيم على بيل من بعيد وبيشكره وبيمشي. وبعد فترة بيل وويليام بيروحوا يزوروا جيم وبيطلبوا منه ينضم للفريق بتاعهم لانهم محتاجين مساعدته، ولكن جيم بيعرفهم ان الناس كلها بتكرهه وانهم مش هيتقبلوا ان هو يكون بطل خارق زيهم، لكن بيل بيقول له ان الناس بتنسى بسرعة، فبيقتنع جيم بكلامه وبيوافق على الانضمام لفريقه. وبيلاحظ بيل ان المشتل بتاعه اتجدد، فبيسأله هو لحق يعمل ده كله امتى، فجيم بيعرفه ان ماريا هي اللي ساعدته. وفجأة ماريا بتظهر وراهم وبتروح تسلم على اصحابها وبتعرفهم ان هي هترجع تعيش معاهم تاني في المدينة. وبعدها جيم بياخدهم لأوضة سرية في المشتل وبيقول لهم ان هو بنى الأوضة دي مخصوص علشان تكون مقر سري للأبطال الخارقين، وبيطلب من بيل ما يقلقش لان هو هيحمي المدينة مع اصحابه في الفترة اللي هيكون مسافر فيها لما يروح المدرسة الداخلية. وفي الاخر بيروح بيل يودع جيم واصحابه وبيركب العربية وبيمشي، وبيخلص الجزء الثالث من الفيلم. ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلم تشينو على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو على الاكاونت الجديد على الفيسبوك، وهسيب لك الرابط في اول تعليق، ويلا سلام.